السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني ومتابعين قناتي وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال إن شاء الله. يا حبايبي هنعمل النهاردة مع بعضينا وصفة سهلة وبسيطة وجميلة جدا جدا، وإن شاء الله تعجبكم وهتنول على رضاكم ويعجبكم. هنعمل مع بعضينا إن شاء الله بيتي فور القهوة أو بيتي فور حبيبات القهوة. المكونات عندنا، عندي هنا كوبايتين 2 دقيق يعني 300 جرام، عندي كمان هنا نص كوباية كاكاو 50 جرام، عندي هنا كمان نشا 50 جرام نص كوباية، عندي هنا كمان نص كوباية سكر تمام، وعندي هنا كمان نص كوباية سمنة أو زبدة، ونص كوباية زيت، ومعلقتين 2 من القهوة سريعة الذوبان، وهنا ربع كوباية حليب، بس مش هنحطها غير في الاخر خالص علشان نلم بيها العجينة. مكوناتنا سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. احنا قلنا السكر 3/4 كوباية، اللي حابب يحط كوباية سكر، بيحب الحاجة مسكرة قوي يحط كوباية سكر مفيش مشكلة، ولكن انا بحب الحاجة السكر بتاعها يكون معقول تمام. وعندي كمان رشة ملح هحطها اهي، هنحطها بس بعد ما ندخل الدقيق تمام. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نحط مكوناتنا. طبعا هننزل اول حاجة بالزيت والزبدة، هحط هنا نص كوباية الزبدة. طبعا اللي حابب يعملها كلها بالزبدة مفيش مشكلة، بس الزيت برضو بيخلي الحاجة خفيفة كده شوية وما بتبقاش تقيلة قوي. هحط كمان نص كوباية زيت اهي، الزيت برضو هيخليها حلوة قوي على فكرة. يعني التوتال بتاع المادة الدهنية كوباية، نصها زيت ونصها سمنة، ممكن تبقى كوباية سمنة كلها تمام. هنحط عليها السكر. بصوا بقى احلى حاجة في المكونات دي ان كله ايه على بعضه. هنقلب كده شوية اهو، هنقلب السكر والسمنة والزيت مع بعضه حلو قوي كده. طبعا السكر اللي عندي سكر بودرة، اللي حابب يعمل سكر بودرة في البيت مفيش مشكلة، انا بصراحة يعني اشتريته جاهز بقى يعني اسهل. هحط هنا النشا، بس طبعا عايزة اقول لكم على حاجة، لازم كل المكونات ان شاء الله ننخلها. اول حاجة هنخل النشا اهو، طبعا هسيب لكم المقادير كلها ان شاء الله في الديسكريبشن او في صندوق الوصف. هحط النشا اهو، لازم ان شاء الله ننخل كل حاجة علشان لو فيها اي تكتلات اي حاجات ما تجيش معانا في البسكوت او البيتي فور. هنحط كمان الكاكاو، طبعا الكاكاو دوت كاكاو خام مر تمام اهو، هو طبعا معروف ان الكاكاو الخام بيبقى مر، مش مسكر يعني اهو. هحط عليه كمان 2 كوباية الدقيق. احلى حاجة فعلا ان كل حاجة على بعضها، ما بتاخدش مننا وقت وما بتاخدش مننا مجهود، وهنعملها شكل الحبيبات بتاعة القهوة بالظبط، وبتبقى تدي طعم خطير. دي بقى لعشاق القهوة والغير عشاق القهوة. شايفين الحتت المتكتلة دي من الكاكاو اهو. طبعا في المرحلة دي بقى مش هنقلب بوسك ولا بأي حاجة، هنقلب بإيدينا بس. هنحط الأول القهوة سريعة الذوبان تمام اهو، ونقلب بقى لحد لما نلم العجينة معانا ونشوف، واحنا بنحط عليها الحليب علشان نشكلها. الحليب هو اللي هيجمعها معانا وتبقى عجينة حلوة كده وايه وسهلة التشكيل. هنبدا بقى حبايبي بعد ما جمعت العجين كده، هنبدا بقى نزود الحليب حبه بحبه تمام. عشان كده قلت لكم نحط الحليب في الاخر لحد لما يكون لنا العجينه بتاعتنا ونجمعها وتبقى حلوه تنفع تتشكل. طبعا انا نسيت اقول لكم انا حطيت رشه الملح،
بس معلش انا نسيت احطها في الاول مع الدقيق بعد ما ضفته، بس انا ضفتها على طول دلوقتي. هي ان شاء الله مش هتحتاج اكتر من ربع كوباية حليب، ممكن تخطئ يعني، ممكن تكتر حاجة بسيطة، سيكة بسيطة كده، ممكن تكتر معلقة كمان، تمام؟ عشان كده احنا بنحطها حبة بحبة. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، خلاص انا جمعت العجينة، شوفوا اهي، لما توصل لكده وتبقى بتلمع كده خلاص، يبقى هي كده معايا بقت جميلة جدا جدا، واعرف اشتغل بيها. هبدأ بقى دلوقتي ان شاء الله اعينها في التلاجة شوية، اهي شايفين ما شاء الله العجينة خطيرة، هعينها في التلاجة شوية هترتاح مش اقل من ساعة، من ساعة لربع ساعة، وبعد كده ان شاء الله نطلعها ونشكلها. انا اهم حاجة عندي اقفلها بالبلاستيك راب علشان ما تنشفش من التلاجة، تمام؟ اهي هعينها في التلاجة زي ما قلت لكم من ساعة لربع ساعة، وبعد كده ان شاء الله نرجع مع بعضينا ونشكلها ونشوف هنشكلها ازاي. يلا هعينها في التلاجة وان شاء الله ارجع لكم. العجينة بتاعتي اهي يا حبايبي، بعد ما رجعنا من التلاجة حوالي ساعة، قعدتها بالظبط في التلاجة ساعة، تمام؟ بنقعدها في التلاجة ليه؟ اولا علشان العجينة ترتاح، ثانيا علشان الزبدة او السمنة تمسك شوية، بحيث ان هي ما تبقاش سايحة. اي نوع من انواع البسكوت اللي بيبقى فيها زبدة او سمنة لازم لازم بنحطها ترتاح في الفرن شوية، سوري في التلاجة شوية. وكمان بعد ما نشكلها ان شاء الله هنحط الصينية اللي احنا شكلناها في التلاجة قبل ما ندخلها الفرن، بحيث ان الزبدة تلم نفسها تاني مع بعضها مع الدقيق، وما تبقاش تفرش قوي في قلب الفرن. هنبدأ بقى مع بعضينا ونشكلها كده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا صينية حطيت عليها ورقة زبدة علشان مش هدهنها اي حاجة، لازم في نوع البيتيفور او البسكوت ده نحط ورقة زبدة ما ندهنهاش، تمام؟ هنبدأ بقى ناخد قطعة كده من العجينة اهي، ونطريها شوية كده بس في ايدينا اهي، ونبدأ نشكلها على شكل كورة وبعد كده بيضاوي. ان شاء الله طريقتها سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله مش هتاخد مننا وقت. اهي حبايبي زي ما احنا شايفين انا كده خليتها بيضاوية، تمام؟ بصوا بقى هنعمل ايه، هنجيب السكينة وهنعمل كده بطرف السكينة، تمام؟ وهنرصها في قلب الصينية بتاعتنا كده، تمام؟ هعمل بقى كل الكمية اللي عندي دي واعملها بنفس الحركة بتاعت السكينة دي، وبعد ما اخلصها خالص ان شاء الله هحطها في التلاجة، وبعدين اخبزها في فرن 180 لمدة 10 دقايق، من 10 ل 15 دقيقة، تمام؟ من تحت بس، وبعد كده ان شاء الله اقدمها لكم. واحدة تانية كمان اهي، بصوا شكل حبات القهوة بالظبط، والله تحفة، والريحة بتاعتها خطيرة اهي شايفين. وهجيب السكينة كده اهو، تحفة. يا رب ان شاء الله تكونوا شايفين وتكون الصورة واضحة معاكم، انا فتحت لكم الصورة شوية، تمام كده اهي. هخلص كل الكمية اللي معايا بقى ان شاء الله واقدمها لكم يا حبايبي. وبكده حبايب قلبي تكون وصفتنا للنهاردة خلصت. عايزة اقول لكم تحفة، من افخم الحلويات اللي تقدروا تعملوها في البيت وتتقدم لضيوفنا مع الشاي مع القهوة. عايزة اقول لكم بجد بجد تحفة، وسهلة وبسيطة، وما كلفتناش حاجة، وما خدتش مننا اي وقت ولا اي مجهود، كلها كانت يدوي وبايدينا، وما عملناش اي حاجة ولا بميكسر ولا باي حاجة، كلها بايدينا وبالويسك. عملت هنا جزء بالشوكولاتة وحطيتها في اوراق الكب كيك الصغيره، وهنا سبتها بس كده.
عايزه اقول لكم ان هي تحفه وعجبت الولاد جدا جدا، واتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله يا حبايب قلبي، وتنول على رضاكم واعجابكم. وان شاء الله اللي مشتركش لسه في القناه يا ريت يشترك، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكل كومنتاتكم الجميله بتسعدني جدا جدا، وشكرا على انكم انتظرتوني وان انتوا سمعتوني النهارده. وان شاء الله اتقابل معاكم في وصفه جديده من وصفاتي من مطبخ رانيا زياده كيتشن. باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي متابعيني، وحشتوني كتير قوي قوي قوي، من زمان قوي وانا ما شفتكوش وما طلعناش سوا مع بعضينا بجد، وحشتوني كتير قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين الاول، وبعتذر ان انا ما عرفتش اطلع في العيد، بس ان شاء الله باذن الله متعوض ان شاء الله يا حبايبي. انا راجعه لكم النهارده بحاجه بسيطه وخفيفه وسهله جدا جدا، يعني حاجه كده قلت اعمل بانيه، حاجه بسيطه كده للولاد وبتاع وكده يعني. فهعمل النهارده ان شاء الله بانيه بالخلطه بتاعتي، وان شاء الله يا رب يعجبكم باذن الله. طبعا انا مقطعه البانيه على ايديا وعملته على قد ما ايديا جابت، يعني اهو القطعه كده حلوه قوي، وما هيش صغيره وما هيش كبيره، وكمان السمك بتاعها حلو. فالحمد لله ان هي ايه الفراخ اتقطعت بالطريقه دي. فان شاء الله هنبدا مع بعضينا بقى النهارده نعمل التتبيله بتاعه البانيه، وان شاء الله تكون سهله ولذيذه وخفيفه. طبعا دي البهارات اللي انا هحطها كلها، عندي بصل بودر، ثوم بودر، كركم، بابريكا، شطه، كاري، هنا بهارات انا عاملاها مع بعضيهم كده، وهنا قرفه، فلفل اسود، كمون. تمام، هحط كل البهارات دي هنا وهتبل الفراخ عندي كويس جدا جدا جدا، وبعدين اسيبها شويه في الفريزر او في الثلاجه، وبعد كده ان شاء الله نعمل الكفر بتاعها الخارجي الخليط السائل اللي هنحط فيه البانيه. تمام، نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحط اول حاجه البصل بودر، نحط كمان الثوم البودر، هنحط الكركم. طبعا الكركم ليه فوائد كتير، وطبعا بيدي طعم حلو قوي في الاكل. هنحط كمان هنا البابريكا المدخنه، انا بموت في البابريكا المدخنه، بتدي طعم وتست فظيع كده للاكل بصراحه. وهنحط المكونات بتاعه التوابل اللي انا قلت لكم عليها، يعني التوابل اللي انا حطها هنا ايه، مستكه، حبهان، ورق لورا، اكليل الجبل، ايه تاني، يعني هي دي تقريبا البهارات اللي انا حطها، مش حاطه بهارات تانية اكتر من كده. وخلطتهم كلهم مع بعض في قلب المطحنه، وبعد كده هو تعبيتهم في البرطمان. هنحط شويه كاري، انا بحب الكاري قوي وبحب طعمه، بيديني التست حلو قوي في البانيه. الله اكبر الله اعظم العزة والدوم الكرم. هنحط قرفة مطحونة، حاجة بسيطة، طبعا اللحوم معروف ان هي بيتحط معاها قرفة مطحونة. هنحط بقى شوية فلفل اسمر، انا اسفة معلش ان الصوت فصل عشان الاذان، فلفل اسمر. تمام، هنحط كمان كمون، طبعا احنا متفقين مع بعض من زمان ان الكمون بيبقى حلو جدا 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 في الفراخ، علشان بيشيل اي ريحه زفاره. وطبعا الحمد لله انا ما عنديش اي زفاره، طبعا انا غسله الفراخ عندي هنا بمحلول الملح، وحطيت معاها ليمون، وحطيت معاها زنجبيل مطحون، وسبتهم شويه، وبعد كده صفيتهم وغسلتهم تاني. يعني انا بحب اغسل الفراخ بتاعتي كده دايما عشان ما يبقاش فيها اي ريحه زفاره. تمام، فاضل عندي الملح، هنحط شويه ملح اهو كده، ونقلبهم بقى. بس انا بقى هضطر ان انا اقلبهم بايديا بصراحه، علشان احس ان كل البهارات دخلت مع الفراخ وكلها تجانست مع بعضها. تمام، طبعا انا هخلطهم كده مع بعض، وبعد كده هحطهم في الفريزر او في التلاجة مع بعضيهم شويه،
ونرجع بعد كده نكمل مع بعض ان شاء الله. بلاش نحطهم بره التلاجة، اولا الجو حر ومش مستحب يعني ان احنا نحط اللحوم والفراخ بره التلاجة، تمام؟ حتى لو ربع ساعة نص ساعة برضو نحطها في التلاجة برضو احسن، يعني في التلاجة في الفريزر، بس انا بقول في الفريزر احسن. ليه؟ علشان هتتبل بسرعة ومش هتاخد وقت يعني ان شاء الله. الفريزر بيحافظ عليها وبيخلي الحاجة طازجة تمام دايما يعني. او زي ما احنا شايفين كده انا تقريبا اتخلطوا عندي كلهم، والفراخ طبعا عندي ناشفة جدا من المية، انا صفيتهم جدا جدا كويس. وبعد كده حطيت عليها التوابل، لازم ما يكونش فيها مية عشان التوابل تمسك فيها، زي ما احنا شايفين كده. شايفين بصوا انا مقطعة البانيه، بصراحة اتقطع معايا حلو، مش صغير ومش كبير، الحجم بتاعه جميل قوي اهو. هغطيه بقى ببلاستيك وادخله الفريزر ربع ساعة بالظبط، وان شاء الله نكمل مع بعضينا الوصفة. طبعا عندي هنا بقى حبايبي ايه الخلطة اللي هنحط فيها البانيه، هتبقى خلطة سائلة عندي، مش هنحطها في دقيق وبعدين نحطها في كورن فليكس او بقصومات، لا مش هنعمل كده. الخلطة بتاعت النهاردة ان شاء الله هتبقى سهلة قوي، اللي هي ايه، هنحط دقيق، يعني كم معلقة دقيق كده على حسب حجم الفراخ البانيه اللي موجود عندي، تمام؟ اهو انا كده مثلا حطيت 3 معالق كبار، هحط معاهم طبعا بيكنج باودر، لازم معلقة البيكنج باودر دي عشان بتساعد على نفش الخليط شوية اهو، تمام كده، يعني معلقة صغيرة مش معلقة كبيرة، تمام. هنحط كمان معاهم معلقة كبيرة نشا اهي اهي، علشان تزود القرمشة بتاعت البانيه، وهنحط معاهم بقى الحليب، تمام، على حسب ما الخلطة عندنا تاخد، وتبقى ايه يعني مش تقيلة ومش خفيفة، تبقى كده السمك بتاعها زي سمك الكريب اللي هي اللي تمسك في قلب قطع الفراخ. طبعا هي لسه عندي عايزة، طبعا هنزودها شوية مية كمان عشان المية بتبقى حلوة قوي برضو، بتظبط كل حاجة، سبحان الله المية فعلا بتظبط كل حاجة والله اهو. طبعا هي مش محتاجة بقى ولا ويسك ولا اي حاجة، هي بالمعلقة كل ده هيفك مع بعضه دلوقتي. هنبدأ بقى هنا بعد ما قلبنا الخليط كده، شايفين البابلز اللي عمالة تطلع على الوش دي، دي طبعا من الباودر اللي احنا حطيناه. هحط بقى هنا شوية ملح، طبعا لازم نبهر كل بقى الخلطة دي عشان دي اللي هتبقى الكفر الخارجي على الفراخ. هنحط طبعا بصل بودر، طبعا بقى مش هنكتر عشان احنا ايه حطينا في الفراخ نفسها. هنا هنحط بقى كركم، هنحط ثوم بودر اهو، اخر حاجة معانا هنحط البابريكا، تمام كده، وهنقلب. طبعا هنجيب بقى الفراخ من التلاجة وهنسقطها هنا في قلب الخليط الجميل اللذيذ ده اللي ما فيهوش اي تكتلات خالص اهو، وده عبارة عن ايه زي ما اتفقنا مع بعضينا، ده كان دقيق وباودر وحليب وشوية نشا عشان يزود الكرانشي في الفراخ، تمام. خلاص كده انا عندي الخليط هنا بقى تمام جدا، هجيب بس الفراخ. طبعا انا هقدم معاها اسباجيتي وممكن احمر شوية بطاطس كمان عشان الولاد، تمام. بس هو كده الخليط عندي كده تمام وجاهز على اني انزل فيه قطع البانيه. هروح اجيب قطع البانيه من الفريزر واجي على طول. جبت الفراخ اهو يا حبايبي من الفريزر، هبدا بقى اشيل كده قطع الفراخ. بصوا انا عايزه اوريكم الاول من قريب،
شايفين السمك بتاع الخليط بقى عامل ازاي؟ حلو قوي. هو انا مش عايزاه خفيف عن كده خالص، هو كده تمام ومظبوط على طول مية مية يعني. بصوا هنزلها بقى كده اهو اهو، وهسيبها جواها شوية. انا كده كده هاخد من هنا على طول على الطاسة اقلي على طول، تمام اهو. بس مش هنزل بقى كتير علشان ما احطهمش فوق بعضهم، يعني كام واحدة بس كده اهو يخلصوا اقليهم، وبعد كده اقوم حاطة الباقي. عايزة اقول لكم الخلطة دي حلوة قوي، تنفع في السمك الفيليه، تنفع في البوفتيك اللحمة، تنفع في كل حاجة بصراحة، حلوة قوي. هي مقربة شوية لعجينة الطنبور، تمام. انا كمان بحط معاها 7 اب او صودا، اللي هي مية صودا عادية بيضة، تمام. تبقى حلوة قوي قوي قوي، بس للأسف دلوقتي انا ما عنديش، اللي عندي مش ابيض، فما ينفعش احط هنا كولا او بيبسي او مريندا، ما ينفعش، تمام. انا مش هحط اكتر من كده هنا، بحيث ان انا اشيل كده منها وانزل في الطاسة على طول. ان شاء الله تبقى القطع بتاعت البانيه حلوة قوي، وان شاء الله بعد ما اخلصها بقى كل كمية البانيه اللي عندي اوريها لكم باذن الله. كده حبايبي نكون خلصنا وصفة البانيه، وصفة سهلة قوي وحلوة قوي وعجبت الولاد دقوها. وعايزة اقول لكم مش شاربة زيت، مقرمشة جدا، حلوة قوي بطريقة مختلفة. مش شرط كل مرة نعمل هي هي بيض وبقسومات وكده، لا، الطريقة دي حلوة قوي وجميلة جدا جدا جدا. شوفوا سامعين صوت القرمشة، ومستوية جدا جدا جدا، خطيرة. ان شاء الله اتمنى ان انتم تجربوها. طبعا انا عملت معاها صوص التومية، وعملت معاها بطاطس محمرة عادية، وعملت معاها اسباجيتي عادي. هي وصفة سهلة وبسيطة، وان شاء الله اكون خفيفة النهاردة عليكم. كنت معاكم من قناتي، قناة رانيا زيادة من مطبخي. يا رب ان شاء الله نتقابل مع بعضينا في وصفات جاية تانية كتير احلى واحلى واحلى، وان شاء الله اللي جاية احلى باذن الله. اللي لسه مشتركش وعمل لايك وسبسكرايب وكومنت حلو منكم دايما بيسعدني، يا ريت تحطولي لايكات كتير كتير عشان قناتنا تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. باي باي يا حبيبي. متابعيني متابعين قناتي، معاكم رانيا زياده من قناه روزري وورلد. يا رب تكونوا في اتم صحه وفي احسن حال. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعضينا الكبده البانيه. بس اول حاجه، اهم حاجه عندي، اللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك ويحط كومنت حلو منكم بيسعدني، ويا ريت تحطوا لايك كتير علشان قناتنا توصل لاكبر عدد ممكن من المشتركين. ويا ريت اللي لسه ما حطش اشتراك يا ريت يشترك ويرن الجرس اول واحد فوق الكل، علشان كل جديد انزله يوصل لكم ان شاء الله. اول حاجة عندي هنا كبدة شرايح. الكبدة اللي عندي انا خليت الجزار قطعها لي شرايح بالطريقة دي كده اهي، وخليته شلي منها الكفر اللي هو بيبقى الشفاف اللي عليها ده، تمام. اهم حاجة الجزار يشلنا الكفر اللي بيبقى عليها الخفيف الشفاف، بحيث ان هي الكبده معانا تبقى كويسه، ولما نيجي نقطعها بايدينا بعد ما تستوي تتقطع وما يكونش معانا حاجه فيها بتشد ابدا، علشان مش هتخليها احسن حاجه لو الكفر دوت موجود، تمام. عندي هنا ميه بصل، عندي ميه بصل دي حوالي بصلتين اتنين كبار، حطيت في الكبه. اللي حابب يبشرهم يبشرهم، بس انا بصراحه ما بقدرش ابشرهم عشان بيوجع عيني، تمام. حطيته في الكبة وفضلت افرم فيه افرم فيه لحد ما بقى التفل بتاعه بايش خالص. بعد كده حطيته في المصفى وحطيت عليه شوية ملح، ونزلي كمية المية اللي انا عاوزاها دي. ودي عندي مجموعة بهارات وتوابل، البهارات الاساسية عندي في الكبدة الفلفل الاسود والكمون والملح.
ولكن انا زودت اضافات من عندي انا. اللي مش حابب اي بهارات تانية من اللي انا هحطها دي ما يحطهاش. انا حاطه هنا قرفه، بهارات انا عاملاها اللي انا بحطها دايما في الاكل بتاعي، البهارات اللي انا عاملاها، توم باودر، بهارات، السبع بهارات، فلفل شطه، ده كمان عندي فلفل اسود، وعندي هنا كمون وملح. تمام، فاضل بس حاجه واحده انا نسيت احطها، بابريكا. هروح اجيبها واجي على طول. تمام كده، ادي البابريكا. تمام، يبقى انا حطيت كل البهارات اللي انا عاوزاها. اللي حابب يستبعد اي بهارات من البهارات دي ما عدا الكمون والفلفل الاسود والملح والبابريكا. البابريكا اهم حاجة عشان الريحة بتاعت التدخين بتاعتها. تاني حاجة لونها هتدي لون حلو قوي قوي لينا في البانيه بتاعنا. تمام، هبدأ بقى انزل اول حاجة بمية البصل. احنا مش عايزين طفل خالص في الكبدة. تمام، فانا حطيت مية البصل اهي، ما شاء الله عاملة لي كمية حلوة قوي. هنزل عليها كمان بكل التوابل والبهارات اللي عندنا اهي، مش هنقع الكبدة كتير على فكرة. تمام، عندي كمان هنا اتنين ليمونة، نعصرهم اهو، هعصر الليمون. طبعا احنا عارفين ان الليمون شيء اساسي جدا في الكبدة. تمام، دي كده نص واحدة، هحط التاني اهو. الليمونتين ما شاء الله، الليمون عندي ما شاء الله فيه مية حلوة قوي اهو. هحط الليمونة التانية ان شاء الله. هتعملوا وصفة الكبدة البانيه دي وهتعجبكم جدا جدا جدا. طبعا دي غير الكبدة اللي بالردة، دي كبدة بانيه. ان شاء الله مرة تانية هنعمل مع بعضينا الكبدة اللي بالردة، وان شاء الله برضو هتعجبكم باذن الله. تمام كده، انا كده خلصت تتبيلة الكبدة بكل المكونات اللي عندي. شايفين ما شاء الله لون الكبدة بدأ يغير من البهارات ومية البصل. هنقعها كده حاجة بسيطة جدا جدا جدا، مش هحط عليها خل، ما بحبش احط الخل في اللحوم كتير. اولا بيهريها، ثانيا بيغير الطعم، ثالثا بيزود الزفارة. انا كل المكونات اللي انا حطيتها هنا كده في الكبدة ما شاء الله تمام كده واوكي وحلوة قوي قوي قوي، ومفيش عندي كده اي ريحة زفارة خالص ولا اي ريحة كبدة ولا اي شيء. هسيبها بقى كده شوية، هغطيها بستريتش او مشمع اي كان عندنا، هسيبها بس شوية كده في التلاجة. ما بحبش اسيب التتبيلات بره بتاعت اللحوم والفراخ. هسيبها بس ربع ساعة بالظبط وهنبدأ نعمل الكفر بتاع البانيه معانا. تمام، سهلة وبسيطة وان شاء الله ما بتاخدش معانا وقت ومش مكلفة. عندي بقى هنا الخلطة بتاعت البانيه اللي هنعملها في الكبدة. عندي هنا اتنين بيضة، حطيت عليهم فلفل اسود وشوية ملح بس. تمام، هفككهم كده، وبعد كده هحط عليهم شوية حليب بسيط عشان افكك البيض من بعض. تمام كده اهو، هنزل دلوقتي بقى بشوية حليب صغيرين قوي، يعني مش كتير ولا حاجة. تمام كده، حطيت حاجة بسيطة جدا من الحليب، هقلبهم بقى شوية كده افكك البيض فيهم اهو. انا كده تبلت خلاص البيض بملح وفلفل اسود بس. تمام، هسيبه بقى كده واركنه عشان اشوف بقية المكونات بتاعت التتبيلة. عندي هنا بقى بقسماط ناعم اهو. تمام، وعندي هنا بهارات هضيفها عليه. البهارات اللي موجودة عندي، اللي مش حابب يحط حاجة من البهارات دي يشيلها، بس انا حابة احط هنا الاول فلفل اسمر، بصل بودر، توم بودر، شطة، كركم، ملح. اللي حابب يشيل اي حاجة من المكونات دي ويكتفي بالملح والفلفل الاسود تمام مفيش مشكلة، ولكن انا هحطهم كلهم. اولا الكركم هيديني شكل حلو للون بتاع الكبدة، ثانيا طعمهم هيبقى حلو في الكبدة. تمام، هقلبهم بقى كده اهو، هقلبهم كلهم وابدأ بقى ان شاء الله اعمل
البانيه واحدة واحدة مع بعضين. هنبدأ بقى كده زي ما احنا شايفين، ناخد قطعة كبدة اهي او شريحة كبدة، هننزلها كده في قلب البيض اهو، هقلبها على الجنبين تمام كده، وانزل بيهم في البقسماط. تمام، حطيتها في البقسماط اهو، هفضل بقى هكفي بقى كل الكمية اللي معايا عشان نلحق عشان المغرب، وبعد كده ان شاء الله هقليها، بس هوريها لكم قبل ما اقليها. تمام كده، انا خلصت كده البانيه بتاع الكبدة، هروح بقى ان شاء الله دلوقتي على البوتاجاز احط طاسة واحط فيها زيت واحمره عادي بقى كده. تمام، هخلص الكبدة هقليها وهجيب الرز اللي انا عملته اوريه لكم قبل ما اغرفه، علشان انا عملت رز بسمتي عادي ابيض، بس خططته في الجنب من هنا حطيت له شوية زعفران، والجنب التاني حطيت له بودرة كركم. تمام، هقلبهم بقى مرة واحدة مع بعضيهم لما اجي اغرفه ان شاء الله، بحيث ان هي تبقى حباية لون ولون ولون، يعني لون ابيض ولون مدي على اورنج شوية ومدي على اصفر شوية. تمام، هخلص بقى ان شاء الله واجي اقدم معاكم الاكل. انا كده حطيت الجزء دوت الكركم، شايفين لونه، والجزء الثاني اهو حطيت فيه بودرة الزعفران او صفار الزعفران، هقلبه بقى كويس وهنشوف هيطلع لونه في الاخر ايه. تمام، هيبقى لونه حلو قوي ان شاء الله، هيبقى ممكن مدينا حباية برتقاني، حباية اصفر، حباية ابيض كده، يعني مش هيبقى كله لون واحد. شايفين الرز كله مش لون واحد، تمام كده شايفينه، هو ده اللي انا كنت عاوزاه، يبقى حباية وحباية وحباية اهو. شايفين انتوا الحباية الاورنج اوي دي اهي، شايفينها، وشايفين الحباية الصفراء مع الحباية البيضة، حلوة اوي كده لونه على فكرة. يلا بقى علشان نكمل ونغرف الاكل ان شاء الله. وبكده تكون معانا اكلتنا النهاردة خلصت، الكبدة البانيه والرز الكبسة. انا طبعا عملت رز الكبسة ثلاث الوان اهو، ابيض وفي منه الاورنج وفي منه الاصفر، وعملت جنبهم كمان سلطة خضراء وعملت سلطة الطحينة. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها، وان شاء الله وصفة الكبدة البانيه حلوة قوي قوي وريحتها تحفة جدا جدا، فما بالكم الطعم بقى. ان شاء الله يا حبايبي اللي لسه مشتركش في القناة يا ريت يشترك وتحطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان قناتنا تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. استنوني ان شاء الله في وصفة جديدة من مطبخي، كنت معاكم من مطبخي مطبخ رانيا على قناتي روز ريور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته، متابعيني متابعين قناتي يا رب تكونوا في اتم صحه وفي احسن حال. معاكم رانيا زياده من قناتي روز ري وورلد. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعضينا صينيه بطاطس باللحم. اول حاجه عندي هنا طاسه، اي حاجه يعني حطها على النار، طاسه، حله، اي حاجه يعني. تمام، وهنزل فيها اللحمه علشان اشوحها الاول. هشوحها شوية وبعد ما تتشوح نكملها مع بعض. اثناء ما هي بتتشوح كده بقى هضيف لها شوية فلفل اسود علشان تدي للحمه نكهه حلوه كده. وهنقلب بقى. طبعا هي اللحمه فيها نسبه دهن، فهي نزلت الدهن بتاعها منها فيها. لو انا حسيت ان هي هتحتاج حته زبده او معلقه سمنه هضيف لها، بس انا شايفه ان هي مش هتحتاج ان شاء الله. هشوحها شوية كمان
وبعد كده بقى هضيف لها شويه ميه بسيطه، لان انا هسويها هنا 3 ارباع سوا، والربع الاخير هسويه مع برام البطاطس او صينيه البطاطس في الفرن. مش هحط ميه كتير طبعا، اهو هحط شويه ميه بسيطه مش كتير قوي، مش زي ما بنكون بنسلق اللحمه في الحله. تمام، هو كده حلو قوي. هسيبها بقى تستوي مع بعضيها. طبعا اللحمه دي مش هتاخد مني وقت، لان اللحمه دي مش كبيره، يعني مش حجمها مش كبير اللي هو سنها يعني. هسيبها بقى تستوي شويه كده، وبعد كده ان شاء الله اكون انا قطعت البطاطس، وما توصل لثلاث ارباع سوا ان شاء الله باذن الله هحطها في الفرن. هحط لها بقى شويه بهارات، هيل مطحون اللي هي مجموعة البهارات اللي انا عاملاها. هحط لها، هي عبارة عن هيل، كبابة صيني، مستكة، ورق لورا، قرفة، زنجبيل، اللي هو روزماري. هحط لها البهارات اللي انا عاملاها دي، وبعد كده بقى ان شاء الله هقفل عليها بالغطا لحد لما تستوي. اكون انا جهزت فعلا البطاطس، ونشوف بقى نكملها في الفرن. اهو البهارات اللي انا عاملاها. تمام كده، خلاص انا هسيبها بقى على نار عاليه شويه كده لحد لما تغلي، وبعد كده ان شاء الله اوطي عليها شويه. خلاص عندي كده حبايبي اللحمه استوت خلاص، عشان نعمل صينيه البطاطس. شوفوا بقى، انا عشان ولادي ما بيحبوش الخضار باين في قلب الاكل، انا بعمل ايه؟ بحط كله في قلب الخلاط، في قلب الشفشق بتاع الخلاط، بحيث ان مفيش حاجة تبان خالص في قلب الاكل وانا بعمله. عندي هنا طماطم، طبعا الطماطم عندي مش حمرة قوي، مش مشكلة نحط لها معلقة صلصة. هحط معاها البصل والفلفل الاخضر، انا بحب احط مع صينية البطاطس فلفل اخضر، بيخلي طعمها حلو قوي، والثوم. وهنعملهم ميكس كلهم في الخلاط بقى كده دلوقتي نضربهم، وبعد كده ان شاء الله هنضيفهم على البطاطس واللحم. تمام، هضربهم، يا حرام هينضربوا، هضربهم وبعد كده اجيلكم ان شاء الله. اهو زي ما احنا شايفين انا حطيت البطاطس، طبعا انا مش عامله بطاطس كتير، بحيث ان الصينيه بتاعت البطاطس دي تخلص النهارده ان شاء الله. وزي ما احنا شايفين اهو الميكس بتاع الخضار اللي انا عملته، الطماطم والفلفل والثوم والبصل، هضيفهم كلهم هنا كده. طبعا انا مش هزود اي حاجه تاني خالص غير كزبره ناشفه وكمون وشوية بهارات لحمة، مش هحط اكتر من كده. تمام، الكمون اهو، الكزبرة الناشفة. على فكرة البطاطس بالكزبرة الناشفة والكمون تحفة جدا جدا يعني. وشوية بهارات لحمة بسيطة خالص، مش هحط كتير، ومش هحط فلفل اسود تاني، لان انا كنت حاطه فلفل اسود واحنا بنشوح اللحم. وهحط بقى ان شاء الله دلوقتي كمان معلقه من معجون الطماطم، او اهي مش هحط اكتر من كده. هقلبهم بقى كلهم كده، وهحطهم بقى في الفرن دلوقتي مع بعضيهم، وهبدا اعمل الرز. انا للاسف كنت عايزه اعمل رز بالشعريه، بس للاسف الشعريه امبارح خلصت لما عملتها في الشوربه. ممكن بقى دلوقتي اعمل رز حبه وحبه، ممكن اعمل رز ابيض اللي هو الرز المصري بتاعنا الحبه القصيره. فهشوف كده ان شاء الله، ممكن اعمل رز حبه وحبه. تمام، هخلص بقى الاكل، وبعد ما اخلص ان شاء الله صينيه البطاطس في الفرن ان شاء الله هقدمها لكم اكون خلصت الرز. وبكده النهارده تكون وصفتنا السهله البسيطه خلصت. كان معانا صينيه البطاطس باللحمه في الفرن، وعملت معاها كمان رز اللي هو حبه وحبه، وعملت معاها سلطه خضراء. طبعا ما ينفعش ما نعملش سلطه خضراء جنب الاكل. كنت معاكم من مطبخي رانيا زياده. لو سمحتم اللي ما حطش لايك وشير وسبسكرايب، يا ريت تشتركوا في القناه علشان قناتنا توصل لاكبر عدد ممكن. ولو سمحتم يا ريت لايكات كتير، علشان اي لايك منكم وكومنت حلو بيسعدني منكم جدا جدا جدا. ان شاء الله هنتقابل مع بعضينا في وصفات جايه تانيه احلى واحلى، وان شاء الله اللي جايه احلى باذن الله. باي باي.
عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني متابعين قناتي، يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. معاكم رانيا زيادة من قناة روز ري وورل. إن شاء الله هنعمل النهاردة مع بعضينا أكل تقليدي عادي جدا جدا، ولكن أنا في حاجة كده كنت عايزة أقولها لكم في طبخة من الوصفات اللي هعملها النهاردة، بس وإحنا بنعملها سوا مع بعضينا إن شاء الله. إن شاء الله هنعمل أول حاجة مع بعضينا فراخ. هنسلق فراخ عادية جدا جدا، هوريكم انا بحب اسلقها ازاي، او كلنا بناخد فكرة من بعضينا. بس ياريت فضلا وليس امرا اللي لسه مشتركش في القناة بعد اذن حضراتكم ياريت يشترك ويعمل سبسكرايب ويحط لايك ويعمل كومنت حلو منكم، بيسعدني دايما ان شاء الله. عايزين نكبر قناتنا حبايبي بيكم وليكم باذن الله. يلا نبدأ مع بعضينا نروح على البوتاجاز ونعمل مع بعضينا اول حاجة الفراخ. عندي هنا حطيت مية على النار، طبعا انا مش هشوح الفراخ لانها فراخ بيضة ما هيش فراخ بلدي. عندي بقى هنا ورق لورا، طماطماية، بصلاية، فلفل اسود، بهارات انا عاملاها في البيت عبارة عن هيل، ورق لورا، قرفة، زنجبيل، وحط معاهم كمان كبابة صيني. وعندي هنا بهارات الفراخ، هحط كل دول مع بعضهم هنا في قلب الشوربة علشان انا عاوزاهم يدوا طعم للشوربة، لاني انا هعمل فيها بعد كده ان شاء الله اكلة كمان. فهنسيبها بقى تغلي مع بعضها لحد لما تغلي، وبعد كده نسقط الفراخ. انا عايزة اقول لكم انا غسلت الفراخ كويس جدا جدا جدا، ونقعاها في ليمون ومحلول ملح، وحط كمان معاها معلقة كبيرة من الزنجبيل، وحطهم كلهم مع بعضهم. اهو زي ما احنا شايفين انا حاطه هنا الفراخ بقالها تقريبا ربع ساعه، وحطيت هنا في الميه ملح وزنجبيل وليمون، وما حطيتش خالص خالص خل، لان الخل بيزود الزفاره. انا عندي محلول الملح ده ما شاء الله بيخلي الفراخ حلوه قوي قوي، وانا على طول بعمله فيها. شوية كده ان شاء الله هصفيها وهغسلها تاني بمية الحنفية، وبعد كده انا بحب اتبل الفراخ بتاعتي، يعني تقعد شوية كده في التتبيلة اللي انا هعملها. التتبيلة اللي انا هعملها عبارة عن بصلاية حلوة كده هقطعها بالسكينة، هحط عليها البهارات بتاعتي اللي انا بحبها، وهنقع فيها الفرخة شوية، وبعد كده هقوم شايلة منها البصل ومسقطها في قلب الشوربة لما تغلي ان شاء الله. عايزة اقول لكم ان التتبيلة دي بتخلي طعم وريحة الفراخ فظيعة، بتخليكي تروحي بحتة تانية خالص بالفراخ، تحسي ان انت قاعدة بتاكلي حمام، بس بجد بجد بتبقى حلوة قوي. هرجع اقول لكم تاني حبايبي لو سمحتم حطوا لايك كتير وحطوا كومنت حلو منكم بيسعدني، وياريت تشتركوا في القناة. يا رب ان شاء الله قناتنا تكبر بيكم باذن الله. زي ما احنا شايفين كده حبايبي انا هنا كده تبلت الفرخة حلوة قوي، حطيت فيها كل البهارات اللي انا عاوزاها. عايزه اقول لكم ان الكمون شيء اساسي جدا جدا في تتبيله الفراخ بالذات، لان الكمون بيشيل الزفاره، وهي اصلا اوريدي ما فيش عندي فيها زفاره، بس انا بحب اضيف الكمون عليها. تمام، انا هنا تبلتها كويس قوي بالبصل، والبصل بيتخرط اي تخريطه كده كده، البصل ده احنا مش هنعمل بيه حاجه، احنا بس هناخد النكهه بتاعته في قلب الفراخ بحيث ان هي تخلي لنا ريحه وطعم الفراخ حلو قوي قوي. انا كده تبلتها، هسيبها بس فيها شويه لحد لما الميه بتاعه الشوربه تغلي وشويه، وهنزلها فيها ان شاء الله، ويبقى كده خلصنا الفرخه. وهنخش نعمل ان شاء الله صينيه الرز المعمر او برام الرز المعمر. تمام، ان شاء الله هو اكل سهل وبسيط وخفيف، وان شاء الله باذن الله هيعجبكم. بصوا انا كده شلت منها كل البصل وخليته تحت اهو، هبدا بقى انزلها دلوقتي في الشوربه بس من غير بصل خالص. تمام، مش هخلي فيها بصل خالص، انا شلت منها البصل كله اهو، هنزلها بقى كده بالبهارات اللي فيها. البهارات هتنزل في الشوربة وهتبقى حلوة قوي، لكن البصل لا، انا شلت البصل منها علشان ما يبقاش فيه فتفيت في قلب الشوربة من البصل اهو. وده الربع اللي باقي كده، هسيبها بقى تغلي وهسيبها تستوي، وبعد ما تستوي ان شاء الله نشوف هنكمل بقيه الطبخه بتاعتنا ايه. بصوا بقى عايزه اقول لكم الشوربه بتاعتنا اول ما غلى مفيش اي ريم طلع عليها من فوق. كل دوت ليه؟ لان الفراخ مغسوله كويس جدا جدا جدا، ومفيش فيها اي زفره عشان تطلع فوق. تمام، عايزه اقول لكم حاجه بقى، بعد ما الفراخ كده غلت والشوربه بتاعتها بتغلي قوي كده،
هنوطي بقى البوتاجاز بحيث ان هي تستوي زي الفراخ البلدي بالظبط على نار هاديه. كل ما الحاجه استوت على نار هاديه كل ما بقت احلى. تمام، بجد هتعجبكم قوي ان شاء الله الفراخ دي. انا عارفه ان هي فراخ مسلوقه عاديه، بس التكه بتاعه التتبيله بتاعتها وان احنا نوطي عليها البوتاجاز هتبقى هتخلي اللحمه بتاعها حلوه قوي، وهتحسي معاكي اللحمه بتقطم زي الفراخ البلدي بالظبط. تمام، هي كده حلوه قوي، وريحه الشوربه عندي ما شاء الله تحفه، والشوربه ما فيش فيها اهو اي ترسبات ولا اي ريم على الوش خالص. والله انا ما شلت اي حاجه من على الوش، انا غطيتها لحد ما غلط، وبعد كده فتحت الغطاء قدامكم علشان تشوفوا شكل الشوربه بتاعتي ونظافه الشوربه ازاي. تمام، انا وطيت كده النار عليها، نزلت الزرار بتاع البوتاجاز لتحت ووطيت النار عليها. تمام، هسيبها بقى لحد ما تستوي خالص، تاخد لها بقى ساعه، لسه بدري على المغرب، تاخد لها ساعه، ساعه وربع، ساعه ونص، مش مشكله، بس كل ما استوت كل ما بقت اجمل وطعم اللحمه احلى. ابدا هنا بقى اعمل الرز المعمر. عندي هنا 3 كوبايات من الرز المغسول المصري الحبه القصيره. تمام، هحط عليه قشطه، طبعا دي قشطه انا شارياها من السوبر ماركت، طبعا لو موجود عندنا القشطه البلدي بتاعتنا هتبقى طعمها فظيع. تمام، محدش يقول ان القشطه دي كتير، لان ضمن 3 كوبايات رز والقشطه دي يا دوبك. هحطها وهدعكها كلها بايديا في قلب الرز، لان طبعا انا هنا مش عندي اللبن الحليب بتاعنا اللي هو بتاع مصر. تمام، اهو هحط القشطه كلها وهقلبها في قلب الرز. تمام كده، انا قلبت خلاص القشطه كلها في قلب الرز. هبدا بقى احط الملح، هحط الملح، وطبعا انتوا شايفين قدامكم في مكعب زبده، طبعا انا هحط الزبده علشان انا عايزه الرز يكون طعمه حلو. طبعا انا الزبده اللي عندي دي غنياني شويه عن عدم وجود السمن البلدي. تمام، بس هي بطعم وريحه السمن البلدي حلوه قوي قوي، يعني تغني ان شاء الله. بصوا زي ما احنا شايفين انا قسمتها، اخدت منها جزء هقلبه في الرز عشان يديه الطعم بتاع السمن البلدي، والمربع اللي باقي ده هفتفته على وش الرز بعد ما احط الحليب قبل ما ادخله الفرن. تمام، هدعك الزبده مع الرز، هسيحها فيه بايديا، وبعد كده ان شاء الله هحط الحليب. هبدا بقى هنا دلوقتي انزل الحليب. انا عندي هنا 3 كوب من الرز، هحط 2 كاسة حليب او كوباية حليب، وهزود الكوباية الباقية او الكاسة الباقية من المية. تمام، اهو كده 2، هحط كاسة من المية كمان بقى عشان الحليب برضو ما يبقاش عندي دسم، لاني انا حاطه قشطة وحاطه زبدة، وقلنا قبل كده كذا مرة ان المية بتحسن كل حاجة، سواء معجنات، حلويات، رز، ايا كان بيتحط فيه شوية مية فبيحسن كل حاجة ان شاء الله. كده الكوباية التالتة. تمام، بس انا حاسة ان الرز لسه محتاج مثلا نص كاسة، هحط النص كاسة اللي باقية دي من الحليب. تمام، هي نص كاسة بس بحيث ان ما يبقاش كتير. اهو يبقى انا كده خلصت عندي مقدار الرز مع الحليب مع المية بتاعته. هبدأ بقى اوزع قطع الزبدة اللي باقي عندي هنا وهحطه في الفرن ان شاء الله. طبعا انا مشغلة الفرن من فوق عشان يعمل لي وش للرز، وبعد كده ان شاء الله هنشغله من تحت بس لما ناخد وش الرز الاول. تمام، هنزل بقى دلوقتي الزبدة، هقطعها كده بالمعلقة قطع صغيرة وهرصها على قلب الوش بتاع الرز من فوق. تمام كده، انا حطيت كده خلاص الزبدة، هدخل بقى الصينية في الفرن. بس ثواني، اللي لسه مشتركش في القناة فضلا وليس امرا ياريت تشترك، ونحط كومنت حلو منكم بيسعدني دايما، وان شاء الله نحط لايك علشان قناتنا تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. يلا ندخلها الفرن بقى ونسيبها تستوي. طبعا هي هتقعد لها ساعة في الفرن، احنا دلوقتي الساعة عندنا 5:15، ان شاء الله 6:15 والمغرب بيأذن هنشيلها من الفرن. تمام، بقى هنا نعمل مع بعضينا الملوخية. تمام، انا عندي هنا الشوربة اهي، ما شاء الله الشوربة شكلها فظيع.
انا كل مره كنت بعمل معاكم الشرب الملوخيه كنت بقول لكم نحطها وهي متفرزه وهي لسه ما فكتش، ولكن بصراحه انا جربتها بعد كده مره واتنين وهي سايبه كانت بتبقى حلوه ما بتسقطش بصراحه في قلب الحله من تحت، ولكن لما كانت متفرزه بتسقط. ما حدش يقول لي ما بتسقطش، انا بالنسبه لي كانت بتسقط بعد ما بسيبها شويه كده. تمام، انا هحط هنا الشوربه اهي، طبعا عندي الشوربه لسه كانت بتغلي، هحط هكتفي بشويه الشوربه دول لحد لما اشوف الملوخيه هتحتاج شوربه قد ايه، وبعد كده ان شاء الله هزودها. تمام، هسيبها بس دلوقتي تغلي، واول ما تغلي هنزل فيها كيس الملوخيه. تمام، انا عندي هنا كده الشوربه بدات خلاص غلت، هنزل بقى بكيس الملوخيه كله اهو. هو انا فكيته على فكرة، انا مطلعه من قبل ما اخش المطبخ على العصر كده اهو، هو عندي كده فك كله. هقلب الشوربة، هي طبعا الملوخية شوربة اساسا يعني. تمام، هقلب الملوخية اهو وهشوف لو هي احتاجت شوية شوربة هنزودها. طبعا لسه فيها شوية قطع كده ما فكتش، بس هتفك دلوقتي ما نقلقش يعني، انا كده مش هحتاج شوربه تاني بعد ما تفك بقى كمان الكام قطعه اللي باقيه دول مش هحتاج. هجيب بقى التوم اسمه اعمله بفرمت التوم دلوقتي واحمره وهسقطه على طول في قلب الملوخيه. انا بس حبيت اعرفكم المره دي ان انا مش هعمل الملوخيه وهي متفرزه، انا عملت الملوخيه اهي وهي فكه ما شاء الله حجمها معايا حلو وسمكها حلو، بس هي لسه هتزيد اكتر وهتظبط اما الكام قطع اللي باقيين دول يفكوا. ولون الملوخيه كمان معايا اهي مش سودة، خضرة ما شاء الله زي الفل. تمام، هعمل بقى الخلطه بتاعت الثوم والكزبره واطش الملوخيه بيها على طول ان شاء الله. شايفين كده بقى ما شاء الله السمك بتاع الملوخيه بقى حلو قوي ولونها جميل جدا. هبدا بقى اعمل الطشه بتاعتها وكده تبقى خلصنا اكلتنا. هنحمر الفراخ ان شاء الله، هوريكم برضو خلطه انا بحب اعملها اول الفراخ المسلوقه لما اجي احب احمرها هوريها لكم ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله اللي لسه ما يعرفهاش ان شاء الله يعرفوا كده. حبايبي اعمل التتبيله اللي هعمل بيها اللي هحمر بيها الفراخ. عندي هنا صلصه، هكتفي بمعلقتين صلصه، هحط عليهم زيت زيتون، هحط زيت زيتون اهو مش هحط كتير، هحط كمان معلقة صغيرة فلفل اسود اهو. تمام كده، هحط كمان شوية زعتر مجفف او زعتر ناشف، هحط بعد كده شوية ملح، وكده الخلطة بتاعة الفراخ خلصت. فاضل حاجة واحدة بس، ان انا اجيب عليها نص عصرة ليمونة. هنحط عصرة الليمونة اهي، واخر حاجه بعد الليمونه هنحط حبه عسل صغيرين جدا اهو، بس مش هنحط اكتر من كده. تمام، وكده ندهن بقى الفرخه بتاعتنا بالتتبيله دي، عايزه اقول لكم بجد رائعه. هجيب بقى هنا الفرخه بتاعتي هحطها هنا في قلب الصينيه اهي، عايزه اقول لكم الفرخه بسم الله ما شاء الله مستويه جدا وتحفه بجد خطيره. وهبدأ بقى ادهنها كده اهو بالخلطة اللي احنا عملناها، هدهنها بقى كلها بيها بحيث ان هي كلها يبقى محطوط عليها الخلطة دي. تمام اهو، محدش يقول لي ان العسل هيخليها مسكرة، لا العسل مش هيخليها مسكرة، تنسوش ان انا حاطة ملح والملح هيغطي على السكر بتاع العسل. تمام اهو، هبدأ بقى احطها دلوقتي تحت الشواية من فوق علشان تاخد لون، وبعد ما تاخد لون من هنا هقلبها على تحت. وبكده تكون سفرتنا النهاردة خلصت. عايزة اقول لكم ان هي على قد ما هي سهلة بس خطيرة بصراحة، ريحة الملوخية والفراخ تحفة، الرز المعمر طالع ما شاء الله فظيع، شايفين وشه قد ايه بيلمع من الزبدة طبعا اللي احنا حطيناها. عايزه اقول لكم بقى اللي لسه ما اشتركش فضلا وليس امرا، يا ريت تشتركوا وتعملوا سبسكرايب ولايك وشير
ويا ريت كومنت حلو منكم ما تنسونيش فيه ابدا ابدا، لان كومنتاتكم كلها بتساعدني. وان شاء الله باذن الله هنتقابل مع بعضينا في وصفات جايه احلى واحلى، وان شاء الله يا ريت تجربوا تتبيله الفراخ دي هتعجبكم جدا جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله حبايبي في وصفه جديده من مطبخي على قناتي. كانت معاكم رانيا زياده من مطبخي على قناتي روز ريور. باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي متابعيني، معاكم رانيا زياده من قناتي روز ري وورلد. يا رب تكونوا في اتم صحه وفي احسن حال. ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعضينا النهارده كنافه، بس هنعملها بشكل حلو وفي نفس الوقت هيبقى شكل لذيذ قوي قوي قوي، وان شاء الله ما هوش صعب ولا حاجه. هنجيب الاول قطعه كنافه، اهم حاجه الكنافه اللي عندي تكون الكنافه اللي هي الطرح، يعني نجيبها كنافة قطع على بعضها زي ما انا هوريكم كده دلوقتي. طبعا انا جايبة دي عندي هنا الحاجة بتبقى مفرزة تمام، فانا طبعا حاولت ان انا افككها يعني على قد ما قدرت، فان شاء الله باذن الله تظبط معنا باذن الله. اهو انا عايزاها مثلا بالمنظر ده كده، ونحاول احنا بقى نظبطها بايدينا ان شاء الله. اهو هنجيبها كده، اهم حاجة ان هي تبقى طرح اللي هي الشرايط الطويلة دي تمام. اهو انا جبت مثلا قطعة كبيرة كده اهو، هخليها هبدأ الفها زي السمبوسة بحيث ان هي تبقى شكلها حلو وما يبقاش المثلث بتاعها ان شاء الله كبير. وهنحاول نلم مع بعضينا العجينة واحنا شغالين. عندي هنا زبدة سيحتها في الميكرويف شوية لحد ما ساحت كده، وهنزل كده على الكنافة اهو، يعني مش هحط كتير عشان طبعا لسه هندهن الصينية، ولسه كمان طبعا هندهن الكنافة لما نحط المثلثات على بعضها. عايزة اقول لكم ان احنا ما ينفعش نعملها بزيت بصراحة، احلى حاجة في الحلويات عامة الزبدة، ماشي ممكن السمنة بس الزبدة بتبقى احلى. عندي هنا مكسرات اللي احنا عايزينه كله، اي حاجة احنا عايزين نحطها نحطها احنا على حسب ذوقنا احنا تمام. هحط هنا كده شوية اهو، وهلفها كده مثلث اهو، واحنا بنلفها كده نلفها ونلمها معانا بايدينا كده عشان المثلث بتاعنا ما يبقاش طالع من الجناب وما يبقاش عريض اهو. هتبقى حلوة قوي 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 وهتعجب الولاد جدا. طبعا احنا دي هندخلها الفرن مش هنقليها، هنحطها في الفرن وهندهن الصينية بتاعت الكنافة اهو. شايفين المثلث؟ طبعا هنظبط بقى كل الكنافة اللي طالعة دي اهي، وهنخليها بالشكل ده شكل السمبوسة تمام. هنحطها بقى كده، وهنجيب الصينية هنحط فيها طبعا سمنة اهي، هنحط فيها بقى زبدة، سوري معلش، هنحط فيها زبدة اهي. على فكرة مش هتاخد وقت وسهلة جدا جدا وبسيطة جدا. طبعا علشان احنا عايزين الكنافة مقرمشة، انا عملت الشربات بتاعها تقيل وسبته يبرد تمام عشان يبقى الكنافة عندي مقرمشة. اوكي كده اهو حلو قوي كده. بعد كده هحط المثلث بتاع الكنافة اهو كده اهو، و نرص جنبه كل المثلثات اللي هنعملها بالشكل ده تمام. هعمل معاكم واحد كمان علشان ما يبقاش صعب علينا في اللف بتاعه، ونشوف اللف بتاعه بيبقى سهل قد ايه. اهو مثلث كمان اهو نعمله مع بعضينا، هنحشيه مكسرات اهو. بس الاول قبل ما نحط المكسرات عليه لازم نحط عليه دهنة زبدة كده علشان يطرلنا الموضوع كله مع بعضينا شوية. واحنا بنحط الزبدة كده نحاول نلم بالفرشة من الجوانب علشان يبقى الشكل العام بتاعه حلو ومنسق ان شاء الله، ما يبقاش فيه حاجة طالعة كده او كده.
تمام اهو كده. هنبدأ بقى نحط المكسرات بتاعتنا ونبدأ نلفها كأننا بالظبط بالظبط بنلف سمبوسة اهو معايا كمان اهو مثلث اهو. ونفضل احنا بقى نلم بايدينا كده زي ما انتم شايفين ونضغط عليها اهو كده اهو. وبنلم معانا برده اهو وان شاء الله سهله جدا وان شاء الله ما فيش فيها اي افتكاسات ولا اي صعوبه. لقيت عندي هنا ناشفه شويه اهو هنحط لها زبده كده. عايزه اقول لكم انا بجد بجد من عشاق الكنافه بجميع احوالها. هنعمل برده ان شاء الله مع بعضينا الكنافه اللي هي بالقشطه الكدابه، وهنعمل الكنافه كورنيه. انا كنت ناويه اعمل لكم النهارده بصراحه كمان معاها الكنافه الكورنيه، بس قلت نخليها مره تانية في حلقه تانية لوحديها عشان نديها حقها برضو اهو. اهم حاجه حبايبي تكون الكنافه عندنا جايه طرح، ما تكونش مفتفته اهي. هنحطها برضو كده اهي جنب التانية، ومش مشكلة لما يلزقوا جنب بعض كده 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 الكنافة ما بتلزقش في بعض. تمام هكمل انا باقي الصينية، وبعد ما اكملها ان شاء الله قبل ما ادخلها الفرن هوريها لكم. انا كده خلصت حبايبي الكنافة عندي. هبدأ بقى بصوا باقي الزبدة اللي عندي هحط كده على الكنافة اهو. طبعا انا حاطة في الكنافة وحاطة في الصينية من تحت وحاطة كمان في كل شريحة كنافة. تمام طبعا انا عايزه اقول لكم انتوا ان شاء الله لما تجيبوها عندكم من اللي هو بتاع الكنافه هتبقى احسن من كده. انا بصراحه غلبتني لانها اصلا فريزون، بس انا مطلعاها من الصبح علشان تبقى كويسه معايا. تمام طبعا اللي اتبقى عندي من الكنافه طبعا مش هيترمى، انا هعمله مره تانية كنافه نابلسية، اعملها مثلا اي كنافة تانية بالمانجا مش هتترمى يعني. هحط بقى دلوقتي دي في الفرن، وبعد ما تطلع ان شاء الله هنسقيها واوريها لكم باذن الله. وبكده حبايبي تكون الكنافة بتاعتنا بتاعت النهاردة خلصت. عايزة اقول لكم الكنافة ما شاء الله ناشفة جدا، لاني انا سقيتها بشربات بارد تقيل وهي كانت طالعة من الفرن سخنة. تمام ان شاء الله تعملوها وتعجبكم، وان شاء الله نعمل مع بعضنا وصفات جاية تانية كتير احلى. واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا وليس امرا اشتركوا بعد اذنكم واعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله باذن الله هستناكم في وصفات جاية تانية كتير احلى واحلى. وان شاء الله كتروا اللايكات بتاعتكم قوي 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 علشان قناتنا توصل لاكبر حد ممكن من المشتركين، واللي لسه ما اشتركش ياريت يشترك. يلا هستناكم ان شاء الله في وصفة جديدة من وصفاتي من مطبخي مطبخ رانيا على قناتي روز ري وورد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.